في تجربة مسرحية شبابية بتقدمها فرقة مصر للفنون. المسرحية دي اسمها مش انت العمدة يا عمدة، بتركز على فكرة ازاي المواطن البسيط ما يسمعش للشائعات اللي بيتم ترويجها من وقت للتاني، ويكون كمان عنده وعي تجاه الأحداث اللي بتحصل في المجتمع. دراما من عند حبايبنا اللي هم الفلاحين، بنتكلم من خلالها عن ترويج الإشاعات وإزاي إحنا كمواطنين إذا قمنا بترويج الإشاعات من غير ما نفهم أو نستقصى الحقائق أو نفهم إيه الوضع أو إيه اللي بيتقال، تمام؟ هنوصل إن البيئة المحيطة بينا تتدمر بسبب ترويج إشاعة صغيرة جدا. والله هم كلهم فنانين، يعني هم كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم مواهب، ربنا مديهم الموهبة. احنا شهرين متواصل شغل، كنا بنشتغل بروفات، اوقات كانت بتبقى 3 ساعات واوقات كانت بتبقى 4 ساعات. بنحاول من خلالها ان احنا نشتغل على حاجتين في نفس الوقت. اول حاجة اعداد الممثل عشان نقدر نطلع ممثل محترف متمكن من كل ادواته، وفي نفس الوقت كنا بنشتغل على العمل اللي احنا شغالين عليه. الهدف من العرض ان احنا نطلع رسالة، نوصل رسالة لايه؟ نوصل رسالة للجمهور ان احنا في حاجات كتير جدا لو بطلنا ان احنا نمشي ورا الاشاعات الحاجات ديت هتبقى كويسة، لو بطلنا ان احنا نمجد ناس لمجرد ان هم في السلطة مش اكتر برضه هنوصل لحاجات كويسة. المسرحية دي بتتكلم عن قضية مهمة جدا في بلدنا وهي ترويج الاشاعات. اي حد بيقول اي حاجة والباقي بيصدق عليها من غير ما ندور، من غير ما نبحث، من غير ما نعرف الاصل ده بجد حصل ولا لا. فاحنا طالعين نوصل رسالة او هدف، بمعنى ان ما نروجش اشاعات، احنا اكبر من كده وبلدنا اكبر من كده بكتير. مين يا اولاد؟ قولوا اسمعيني يا بغزال. ايوه وانا كل الصوت مش غريب على وداني. كان عايز ايه المحروس اسماعيل ابو غزاله من جنابه يا اولاد؟ تعالى قول لي كده يا اسماعيل، قطع ايديك تاني، قول لي كده، قول لي، قول لي. انا دوري طبعا انا بمثل، ببقى حاضر الاحداث كلها، فانا طبعا انا هاوي التمثيل، فبمثل جوه المسرحيه، يعني بمثل جوه التمثيل، طبعا بتفاجئ من الاحداث اللي انا بسمعها طبعا، وببقى بحاول ان انا استغل ده، اللي انا احاول اجسد الشخصيه هو بيحكي، فانا ايه الجريمه اللي بيحكوها للعمده انا بمثلها لهم، فانا اللي هو ممثل ومخرج جوه التمثيل. والله تعبنا كتير، والمخرج محمد دياب تعب كتير معانا، و يعني ان شاء الله يبقى نجاح كبير، يعني ان شاء الله. المسرحيه اسمها مش انت العمده يا عمده، لايت كوميدي، وفيها برضو الكوميديا السوداء، بتتكلم عن ترويج الاشاعات، عن الجهل. الناس بتتكلم عن جهل، بتفتي، ممكن يكون في شيء معين وتلاقي شيء ده تحول لشيء تاني خالص من ترويج الإشاعات وكلام الناس، ده بكلمة وده بكلمة وده بيفتي وده بيقول وده بيعيد، وفي الآخر اللي اتقال كله ملوش علاقة بالحدث الأساسي اللي هو المفروض يتفهم من الأول. أنا دور واحدة من اللي بيشهدوا بس خارجة برا القصة، يعني أنا بتكلم عن صحابي برا القتيل والكلام ده، وبرضه هنعمل حاجات كوميدية وهنفاجئكم يعني. في